ونرحب بحضراتكم مرة تانية وفقرة السوشيال ميديا المعتادة. وكنا بنطرح على حضراتكم السؤال: في أي عام حصد الأهلي آخر ثنائية للدوري والكاس في فترة التسعينيات؟ الإجابات بصراحة كتيرة، وعايزة أقول لحضراتكم إجابات صحيحة كمان كتيرة جدا. خلينا نبدأ معاك بقى كريم. في أول إجابة جات لنا من شهاب الغزالي: صباح الخير على أجمل ثنائي في مصر، سنة 95 أو موسم 95 96. معاذ حمدي الأزهري: لا ده شارح بقى الموضوع بشكل كبير جدا. يا صباح الخير والسعادة والأمل والمحبة عليك يا كريم، انت ونهواندو، صباح البطولات اللي معودنا عليها الأهلي العريق، ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. الأهلي حصد ثنائية الدوري الكاس 14 مرة في تاريخه، بخصوص فترة التسعينيات، شوف هو في إجابة منهم يعني ايه الأخيرة صح. الأخيرة اوكي، هنقول في الآخر. محمود أحمد: حقق النادي الأهلي ثنائية الدوري والكاس مع هولمن في موسم 95 96. ومحمد تركي بيقول موسم 95 96، حلق عالي بحرية يا نسر نادي الوطنية. طب شوف الإجابة دي بقى، محمد عبد الحليم بيقول لك في التسعينيات سهلة هي. طب فين الإجابة يا باشا؟ أيوة ما احنا عارفين. مو محمود، موسم 95 96، وكانت المرة 11. عيد محمد بيقول موسم 97 98. لا ما حصلش. أحمد عاطف مجازي: صباح الخير عليكم، موسم 95 96. ماشي. مصطفى داوود: موسم 95 96 تحت قيادة المدرب الألماني راينر هولمن، خلفا للمدرب الإنجليزي هارس. يا تفاصيلك يا درس. حازم خالد: 88 89. يعني بنقول تسعينيات يا باشا، بنقول تسعينيات. صدقني صحيح، ده احنا أكدنا أكتر من مرة. سعيد عمارة: 95 96. أحمد يحيى أبو مريم: 94. الكابيتانو رجب ايوب: صباح الورد والياسمين على احلى اعلاميين قناه وقناه تحياتي من عروس البحر المتوسط. طيب 95 96. تمام. احمد عاطف حجازي: صباح الخير عليكم، موسم 95 96. واسلام علاء: صباح النصر على نهواندو كريم، موسم 95 96، وان شاء الله العاشره في الجزيره. مسك الختام، مسك الختام: صباح الخير عليكم نهوان دنسي وكريم، 95 96. طارق الاهلاوي: صباح الفل والياسمين، 95 96. رشاد محمد: عندنا ناس لا ناس مذاكره وعارفه. صباح الفل والياسمين لاجمل ثنائي كريم ونهوان، انتوا فتحتوا كتاب التاريخ بالسؤال ده، تعرفوا تعدوا لحد كام؟ في الاخر قال لك 95 96. انا غالبا هلغي الموضوع بتاع الجايزه، هنجيب كام جايزه كده. تمام. طيب مصطفى محمود: موسم 95 96. كريم ابو نسير: لا بص بقى الاجابه دي ايه، هو عايز يقول 95 96. 59. هو 95 هو فتحهم على بعض. معلش. احمد يحيى ابو مريم بيقول 94. طيب ايمن عادل برضو 95 96. ونفس الكلام احمد زيدان 95 96، وكانت المره 10 للثنائيه. تمام. حمدي رحيم 95 96. سيد عبد الظاهر 95 96، كلام مظبوط جدا. حمدي ندى هو كمان 95 96. طيب نقول بقى الاجابه. لا. هي فعلا موسم 95 96، والثنائيه كانت 11، وفاز ببطوله كاس مصر على حساب، هي بنتكلم المنصوره، كان بثلاث اهداف ولهدف، والدوري على حساب الغريم التقليدي الزمالك، هدفين الاهلي في الموسم ده كان احمد فيليكس وحسام حسن، هادي خشب واحمد كشري. دي كانت الاجابه على سؤال النهارده، واللقطات اللي حضراتكم شايفينها اهي من دلوقتي من موسم 95 96، والاجوال كمان. بس بقى ايام الجماهير بقى والعظمه. طبعا بجد مفتقدين وجود الجماهير في المدرجات، لان حقيقي حقيقي جزء كبير جدا من المتعه، متعه المشاهده طبعا، ما بيتحققش غير بوجود جماهير. ويا رب ان شاء الله ربنا يسلم بقى ويعفي عننا. بص هو رجع، نرجع نشوف المنظر، رجعت شويه في اوروبا يا كريم لو انت بتتابع اليورو. رجعت طبعا، لكن كله فاكسينيتد، يعني كل الناس طبعا متطعمه وغيره، فليها اجراءات ممكن تتم يعني طبعا. بس بقى ايام جميله طبعاً، وبتتكلم على كره جميله واجوال جميله واجواء يعني حاجه. التسعينيات كانت فترة مميزة جداً لكل محبي وعشاق كرة القدم. الفرق كلها في الدوري كانت تقريباً يعني أغلبها إن ما كانش كلها كانت فرق قوية. الماتشات سواء كانت في بداية الدوري، في منتصف الدوري، في نهايته، دايماً بتلاقوا ماتشات قوية، كل فريق فيه عدد لا بأس به بالمرة من اللعيبة المحترفة. الحقيقة كانت أيام جميلة جداً. ماشي وليد، ماشي. عاوز بص بقى، بص الهدف اللي جاي ده. وعدى يا سيدي، اديله يا سيدي، اديله وليد صلاح، اديله. الله 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 الله. وجماهير فرحانه ومشاهدين بالملايين في البيوت. على كل الاحوال يا حضرات، يعني للاسف حلقتنا النهارده مع حضراتكم انتهت، بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء وحلقه جديده وعشره صحف الاهلي. صباح الفل عليكم وصباح العسل. صباح الفل عليك يا كريم، نشوفكم بكره ان شاء الله.